قول عند عمك ابو سعيد قل له بعتني اخي عدنان روح جيب لي انينه زيت ورجع لعندي. ايه ابو سعيد صار حسابه 15000 ليره. 15000 شو؟ ليش هيك عم تعملوا فيني يا خالتي؟ انا شو مدي لحالكم؟ هذا الحكي ما بصير. خالتي انا ورثي ما طلع لي. ورثي؟ ورثي شو؟ يا حسرتي ما في الوتكه، ما في غير هذا البيت اللي قاوينا انا والولاد. ايوه بقى افتح لك سيرتي ورتي بطلين يا زميل، يلا خلينا على المجدرة. لا اله الا الله، هلا انتوا شو بدكم؟ بدكم يعني يسرع لكم لغمة بعدنان، خلي عيونه يصيروا عداد كاسية؟ لك روق يا زلمتي روق، يعني من يوم يومنا بناخذ صفار، سمعنا هلا كثير معصبين، ابو اللول شبك اطلب لك كاسة شاي. والله انا خايف توصل عرارتي لعند اخي، والله بياكلني بلا ملح. طيب والحل جايز؟ بالحل بعدين بقى؟ رح حاجة لي جايز انت جايز اللي يلعن عيونك لا ان شاء الله. خلاص بيس مان بيس. رح نسمي لي بيس. رح انت دخش بحالك انت، انت دخش بحالك هيك هالمنظر شعراتك والحلقة. يا عم احكي لك كلمة محشوب. خلاص بقى. في مجال تروق عمي يا زلمة. يا شباب انا حاسس انه وجع الوش بلش يسيطر على القعدة. خلاص ايه ماشي لا قولنا حل هلا بس. انا عندي حل. شو هو؟ بس بدنا الاستاذ حسان يساعدنا. طيب انا بدي احكي له نعرف شو الحل. هلا اكيد بيكونوا الاوراق بغرفه مدرسين درج الاستاذ عدنان. ايه ها انا عندي دخلوشه بفوت منها بالعادي على المدرسه بس لاجي متاخر. بناخذ اوراق المذاكره القديمين ومنبدلهم باوراق مذاكره جداد ومننقشوا النقش من الكتاب وهيك بهالحاله بنكون كلياتنا اخذنا علامات تامه. ولك انت شو بدي اعمل فيك؟ شو بدي اعمل فيك؟ ولك يقطع عمرك انت وهالفكره شو هنديه؟ ولك كم فيلم هندي شايف انت بحياتك؟ ولك شلون بدك تفوت على غرفه المدرسين وتاخذ الاوراق اللي الدرج؟ ها ما انا ليش قلت انه الاستاذ حسان لازم يساعدنا، بدنا نفتح غرفه المدرسين لنقدر نفوت. عمي غسان واللي بيفتح لك الباب بدون مساعده الاستاذ حسان شلون بقى؟ هي اترك علي. لؤي انا الموضوع طلع من ايدي، تصرف. والله والله انا اقتنعت، بس شو بدنا نعمل؟ غريب اتعلق باشياء. هلا يا شباب اذا بدنا نعمل العمليه بدنا نعملها اليوم وهلا، لانه كل واحد لازم يكتب ورقته بخط ايده مشان ما ننفر ابدا. يلا يلا جايز. وين وين وين؟ لحظة ابو اللول في مجال تسلمني القيادة بهي العملية؟ سلمت كله موافق؟ ولك خلصني بقى. طب اول شيء بدنا نروح ثلاثة مشان ما نلفت مصاري، انا ورامي ومحمود بيس. ونحن يا زلمتي انت عند راما على البيت، دعبول عند حسنة، ابو اللول انت ما بدك مين يلفت، تاخذوا الاوراق تنقشوهم لناس بس مو بالحرب، يعني خلي تنقص علامه او علامتين مشان ما ننكشف. استبينا؟ استبينا. والله ما بعرف ليش انا بتفائل. بس هل بتعرف اذا انفصلنا شو حيصير فيك؟ الشام كلها رح تسمع صوتك. يلا خلصنا يلا امشي. يلا باي 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 جايز. شو انت دعبول؟ معهم يلا عم تحسن كمان؟ طبعا. قطع عمره ما خلصوا هذا يا زلمه، شو هذا بالذات؟ ما بدنا حمام نقفل قعده معه. عمي رسام انا بصراحه وجعني مشي بدي روح. لوين بدك تروح؟ على المدرسه. شو طهر؟ عود 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 ما بدك تكتب ورق؟ ما في نكتب ورق ونحطهم قلب الدرج؟ بدي احط قويتي انا؟ ايه يا حروم قوم تعالنا بدك ورق، نكتب ورقتي ورقتك ورقة محجوب يلا. وين بدي لاقي لك ورق هلا هون بنص القهوة؟ والله اللي بده بيلاقي قوم. طيب يلا سيدي يلا كمل لسان ما بيتو قوم اسال يلا. طيب يلا يلا سوا. هلا مين بده يدفع الحساب؟ شو؟ مين بده يدفع الحساب؟ شو قصدك؟ قصدي انه مين بده يدفع الحساب هدول شو؟ والله عمي غسان صراحة أنا ظروفي صعبة هالفترة. وما تحكي إن ظروفك صعبة هالفترة لما يروح لأي كان لأي دفع. والله ما أعرف لا عم كون حالي ما بدي. لا حبيبي تبهدلنا إن شاء الله رامي يكون معك صار. رامي تركوا كاسة الشاي تمام. طيب حقولك غسان طيب ما شيء بعد السيجة بقى. ولا غسان؟ شو استر على عرضك هذا الباب مقفول؟ بتعرف إنه لحظة شو هالشغلة يا عمي؟ طح طح اللي حل لنا اياها هو حل لنا اياها بس خلص اتركه اتركه بالله يحل لنا اياها خلص حل بس انت سكر لا طح طح بس انا في قرنه هني بس بدها نط وما نطها لا يا لا يا غسان ديبك انا ديبك عم نط يلا تفضل يلا لك يلا جاي من حلا ولدك بيمشي لحاله بيمشي لحاله كان ما بيمشي صوتك ان شاء الله بيمشي لحاله كان ما بيمشي الحال ما هو طنبرنا بطنبر شايفه اذا بلقطنا الطاروطي لخلي عواي عبي الشام سلام يا تعال هون وين رايح؟ لا تقوي على غسان حرام هاتي لهون فوتي لجوا فوتي على دراستك اوام يلا باي راما
شو كان بده هالشب؟ اليوم كان غايب عن المدرسة، فكتبت له على ورقة شو أخذنا اليوم دروس. أها، وما لقى من كل هالصف غير حضرتك يجي ويسألك؟ لا، إيه، لأنه هو ساكن قريب من بيتنا. خير، خدي على غرفتك. صور على عرضك، عم قلك ما فيني انزل، ما بقدر انزل، خلاص افهم علي بقى. رامي حبيبي رامي، كل يوم بنزل 12 مرة انا. لك حبيبي انا ما فيني انزل لا 10 مرات ولا 12، خلاص افهم، ما فيني انزل، ليك بعيدة كتير. مو على اساس فيسبوك ومغامرات والله. يا زلمة شيء من الفيسبوك انت الثاني، يلا وقتها. انزل انزل، بس محجوب الاجدب. حبيبي انا اجدب من محجوب، ما فيني انزل، طلع طلع شو بعيدة.